انا اعتذر ان احنا قطعنا مع حضرتك لان الجلسه وقتها كان انتهى، فكان يهمنا الاجابه انها تكون كامله. اتفضلي يا دكتور. اوكي، فموضوع يعني انا ما اقدرش اقول ان بس كانت العلاقات متوترة في العائلات اليونانية، ممكن اقول كده مثلا على بعض الملكات، لكن ما اقدرش اقول كده على كل النساء اليونانيات. طيب، كان معانا سؤال من أستاذة مروة، اتفضلي يا أستاذة مروة. دكتور ميرسي جدا على المحاضرة الجميلة دي. كان سؤالي عايزة أعرف حضرتك تعرضتي أثناء دراسة اللي هما سواء البنت وأمها أو الإلهة والملكة أو أيا كان الأشخاص الموجودة في الفن، يعني ده ليه سبب ترتيبهم؟ لأني لو ميرسي عنخ أو حتشبسوت التانية عملت مقبرة لميرسي عنخ، هي مصورة معظم تصويراتها يعني هي مصورة قبليها، فده كان يعني ليه سبب. لا مش فاهمة، متصورة قبليها ازاي؟ مش فاهمة. لا، في التصوير الصورة حضرتك عرضتيها هي مصورة وهي في البردي، شد البردي، هي ايوه مصورة قبليها. هل ترتيب تواجد الملكات، هل الترتيب ده وفق لحاجة؟ أصلا هو ما كانش هباء كده، هل كان ليه سبب معين التصوير، تصوير الملكات أو في المصح؟ المشهد دوت، المشهد بتاع ال سوري الأحرش المشهد بتاع ان هما بتقطع البردي هما مع بعض. بالظبط كده، انت قصدك يعني هي ليه طالعه الاول ودي طالعه الثانيه؟ وبالظبط المصاحبة، مصاحبة يعني في العلاقات، كانوا هما مصورين في الفن بمصاحبة، المصاحبة دي كان ليها تصويرهم، ليها سبب معين ولا حسب الفنان نفسه ولا ايه؟ لان في نظرية قالت ان المصاحبة لو كان على حسب الشخص اللي ميت المتوفي، فالمتوفي هو اللي بيبقى على اليمين او على الشمال، ده في التماثيل. طب لو في النقش المصاحبة بتبقى الترتيب وفقا لايه؟ اوكي، فهمت قصدك. هو فعلا انا كتبت المعلومه دي، فعلا انا قريتها ان يعني هي كانها كانت جايه تزورها، ان هي اللي عايشه رايحه تزور التانيه. يعني اقول لك حتشبسوت تانية كانها كانت بتزور بنتها في المقبره مثلا، ده في التمثيل على التماثيل، ان هي مين بتكون ناحيه اليمين ومين ناحيه الشمال. ممكن في المشهد نفسه، انا بحاول بس اجيب الصوره عشان تبقى قدامي وابقى شايفة بالظبط هي مين اللي على اليمين ومين اللي على الشمال في المشهد دوت. هي كانت هنا في السلايد ده. يا ريت تفكروني، عندي مداخلة بخصوص النقطة دي، اوكي المشهد ده تحديدا. هي السلايد ده. أدي لحضرتك إمكانية الشير، سوري أنا آسف. ثواني. اوكي اتفضلي. ايوه هي دي هنا فعلا. تمام كده، لا، الشاشة واضحة ما الصورة ظهرتش عند عندي. حضرتك؟ لا، ما ظهرتش عندي يا دكتور، لسه الشير ما ظهرش. ايوه، ابتدى اوكي، اوكي كده سيزي تمام. اسكرين بقى، هي فول الصورة سكرين. اللي هنا. اوكي يعني في الاول هنلاقي ان الزهرة في الاول تعتبر على اليمين هتبقى الام اللي هي حتشبسوت الثانية، هي المتصدرة المركب صح. وبعدين بالظبط كده. وبعدين مارس عنخ وراها. انا مش عايزه يعني يعني زي ما بقول لك، هم اللي انا قريته ان هم بيقولوا ان هي بتكون هي اللي عايشه فكانها بتروح تزورها، بس المشهد ده مش مشهد زياره. والمشهد ده كمان على ما اتذكر ان هو في الناحيه الشماليه، فطبعا الناحيه الشماليه والباردي منطقي جدا جدا، فلان هي اللي عايشه فهي اللي هتكون بتجذب الاول الباردي، هي اللي بتعمل الصوت البردي الاول كانها بعد كده، لان جذب البردي ده هو بعد كده بقى الشقيلة بتاع حتحور اعتقد يعني، وده برضو احد الاراء. فاللي هي اللي عايشه هي اللي هتعمل الاول، هي اللي بتهز الشقيلة ده يعتبر يعني كانه طقس، فهي وهي كمان اللي تتقدم. خلي بالك كمان ان دايما اللي كانت بتتقدم المركب
مركب الإله رع في أوقات كتيرة كانت بتبقى إيزيس أو معت الاتنين. فممكن هنا لأن هي كأم كإيزيس ممكن تكون هي متقدمة المشهد ربما، بس دي كلها اجتهادات يعني. أنا يعني ده اجتهادي الشخصي يعني رأيي. طيب لو تسمحي لي يا دكتور زينب في المسألة دي، اتفضل. لأنه بنتي مها محمود سالم من سنتين كانت أنهت رسالة الماجستير بتاعتها عن الكاهنات في عصر الدولة القديمة، وطبعا درست الشخصيتين دول لأنها جمعت 142 كاهنة بشكل مؤكد بالألقاب منذ الأسرة الرابعة وحتى الأسرة التاسعة، ممتاز وكان من ضمن الشخصيات حتحبسس الثانية وميرسي عنخ الثالثة. طبعا. والجميل في الامر ان هما الاثنين ارتبطوا بكهنوت الرب حتحور، ومن ضمن ما ايوه طبعا. يرتبط بكهنوت الرب حتحور في احد الالقاب في الفتره دي، وهو قطف زهور البردي واستخدامه كاداه موسيقيه، وفيما بعد اللي طلع منها الصل او السيستروم الخاص بحتحور. فمن هنا المنظر طبيعي جدا انه الكاهنه الاكبر سن تليها الكاهنة الأصغر سن اللي هي الأم والبنت، وده منطقي جدا للتسابقية طبيعي. العمرية والوظيفية في نفس الوقت اللي مرتبطة أصلا برب حتحور، عشان كده هنا جاية في الصيغة مباشرة فور حتحور من أجل حتحور إن حت حور. بالظبط. فده اللي أنا حبيت إن أنا أعلق عليه وكمان في واللي حاجة مهمة قوي، معلش أقطع كلام حضرتك، اتفضلي. لا اتفضلي يا حضرتك. في حاجة مهمة قوي، إن لو لاحظنا إن هنا في، أنا أعتقد يعني، أعتقد أنا برضو ده اجتهاد، إن المرسوم تحت ده اللي هو في طفل ماسك بردي، أعتقد إن ده بعد كده اللي هو يحيى ابن حتحور ربما. كمان هما كانوا دايما بيحبوا يعني ايه يربطوا نفسهم بالأم الملكية، يعني دي حاجة مهمة جدا، ان هو كأنه بيتشعلق في الأم الملكية دي، زي ما بعد كده عندك في كتير قوي من النصوص ان الواحد يعرف الملك، انا اعرف الملك في كتاب الخلوج مثلا، فان هو يلتحق بالام الملكيه، او ان هو يتشعبط في الام الملكيه، او ان هو يبقى ماسك فيها، فهي طبيعي ان هي اللي هتقود المسيره وهي اللي بعديها، مش بس عشان هي امها وعشان سنا كمان، اعتقد ان هي كمان، لان هقول لحضرتك على حاجه مثلا، دي حاجه انا كنت برضو نسيت اقولها، لو الوقت يسمح اقولها بسرعه جدا. فكره الاخت، انا اكتشفت ان انا كلمه اختي او الاخت الملكيه، اخت الملك وزوجته، مش شرط تكون اخته، يعني ده لقب اخذته مثلا برنيكي الثانيه، واخذته برنيكي الثانيه كانت جايه من ليبيا، احنا عارفين كده، ما هياش اخت بطليموس الثالث، بس كانت واخده لقب اخت الملك وزوجته. لقيت كمان حاله تانية، ان مثلا مين تاني، كليوباترا الاولى، كليوباترا الاولى كانت سيريان and we know that، وبرده كانت واخده لقب ام الملك، سوري بنت زوجة الملك وأخته، وهي مش أخته. أوكي؟ فهنا بنلاحظ حاجة، إن هما دايماً كانوا بيحاولوا يربطوا نفسهم للأم الإلهية في العيلة. فهنا طبعاً مارس عنخ هي عندها اللقب موت نسو. هنلاقي مثلاً كمان أحمس نفرتاري، هنلاقي بيحاولوا يربطوا دايماً نفسهم، فده بيخلينا نقول، او ده خلاني اثبت بعض الحالات، ان فكره الملك والملكه اخوات اتجوزوا دي ربما ولم تكن حقيقه اصلا، لان هو كان أتفق بيقول مع لبنت حضرتك خالته. قوي يا دكتور في المسألة دي، وبالفعل هي مش بس في الفترة البطلمية ولكن أيضا في لا لا، انا الفترة رجعت، المصرية انا القديمة عملت بالظبط. كمان. وأثبتتها يعني صديقة وزميلة في المجال دكتورة شيماء عبد المنعم، كانت برضو عملت رسالة عن دور الملكة المصرية في الحضارة المصرية القديمة في عصر الدولة الحديثة في كلية الآداب قسم التاريخ جامعة عين شمس مع دكتور حسين زغلول الله يرحمه، وأثبتت إنه كتير من ما بنعتقده أخت ليست أخوة على الإطلاق دموية، ولكن بديل للقب الزوجة، بديل للقب حمد. لا ومش بس حمد كمان، انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، انا لقيت نص حورس بيقول لنفتيس سنت اخت، وهي نفتيس مش اخته، بس هو علاقته بيها عن طريق مين؟ عن طريق امه، هي خالته.
اوكي، فهو الرباط جاي من الام. فعشان كده مثلا الرباط بتاع برنيكي كانت مثلا تقرب ايه لبطليموس، كانت بنت عمه اللي مش ايه، الاثنين اخواته واختهم الاثنين بيربطهم ارسنوي الثانيه. اوكي، فعن طريق ارسنوي الثانيه اللي هي بقت ايزيس، اللي هي بقت الام الديفاين، هما الاثنين بيعتبروا اخوات. بالظبط. عن طريق ايزيس يبقى حورس ممكن، وكمان سنت كانت بتستخدم لبنت الخاله وبنت العمه، اي حد بيرتبط عن طريق الام يعني حتى لو عمه ممكن تبقى سنت. تخيل بقى، مش بس خاله، ده ان هي حقيقي، ده تأثرا بالحضارة المصرية القديمة، لأن الحضارة المصرية كانت جزء من الحضارة الشرقية ككل، اللي عندها فكرة مفاهيم عامة قوي لا تخصص بالدم، يعني فكرة الأبوة، الأمومة، الأخوة. ويعني يحضرني مثلا على سبيل المثال في نصوص العهد القديم في التكوين العلاقة واضحة جدا في درجة القرابة ما بين إبراهيم ولوط، لكن النص بيسميه إيه؟ أخي. فهنا أخوة ليست أخوة دموية، ولكن هي أخوة في الإيمان، أخوة في الشعب، يعني قرب على مستوى عام إلى آخره. وطبعا الأمثلة عديدة يعني. بالظبط بالظبط. وده كمان لقيته في لقب تحتمس الأول، وتحتمس الأول والملكة أحمس نفس الحكاية، هما الاثنين عندهم علاقة بأحمس نفرتاري. فهنا يعني أنا أتمنى، أنا كنت طلبت في البحث بتاعي في آخر النتائج إن لو في حد يعمل دراسة فيلولوجي أكتر منها، لأن أنا طبعا مش متخصصة، ان انا حد يساعدني ونشتغل على الموضوع ده، بحيث ان احنا هنقرا ونعرف اكتر الحالات حتى اللي هي ما كانتش فيها الملك والملكه اخوات في مصر. انا يهمني مصر القديمه بصراحه جدا، وان احنا نبدا ندور في الموضوع ده بجديه اكتر ونبحث فيه اكتر، ويمكن ده ان شاء الله يعني حاجه انا بفكر اعملها في المستقبل، لان بالفعل ده نتيجه الجزئية من النتائج الخاصة المهمه بالدولة جدا جدا الحديثة، جدا. بالفعل الجزئية الخاصة بالدولة الحديثة الأصول 18 19 على 20 أنهتهم دكتورة شيماء عبد المنعم حسنين زي ما قلت لحضرتك من شوية مع دكتور حسين زغلول الله يرحمه في الله يرحمه. الملكة ودورها في الحضارة المصرية القديمة في عصر الدولة الحديثة. ودي أفتكر لو ذاكرتي مش خيناني منحت 2007 كانت ماستر، وخلصت الى العديد من النتائج، لغت فكره اللي هو الدم الملكي والازرق وفكره الامومه وحاجات كتيره من الامور اللي كانت شائعه بين المتخصصين للاسف، ايوه من ضمنها فكره الاخت او الابنه، وانه ايوه في علاقات زيجات فعليه، وبالتالي نفت تماما عن الحضاره المصريه ما توصم به احيانا من انه فيها علاقات محارم بالظبط باللغه بالظبط، الشائعه في جميل. الشارع عند البعض اللي بيوجهوا تهم للحضاره المصريه للأسف. القديمه على رقيها. بالظبط فهي لغت المساله دي من خلال اثباتات قويه جدا انه ما فيش انجاب، انه في اختلاف في الاصل، انه اثبتت اسم احيانا الاب والام، فبالتالي هم مختلفين تماما عن الاب والام بالظبط. للملك. ما هي هي لو الاب والام موجود المشكله خلاص، لكن هي الفكره ساعات كتيره قوي ما بنبقاش عارفين مين ام الملك مين ابو الملك، فده هو اكتر حاجه بيدخل من هنا بقى، لا، ما هي دخلت فده اللي الامور طبعا بيخلي بعض بالاب الحالات والام، بتبقى صعب وصلت اثباتها يعني او نفيها. وصلت لامور تانية بخلاف اسم الاب والام، من ممتاز. خلال عدم وجود تقارب ما بينهم جسدي، من عدم وجود انجاب، او تحديد صراحة ان المسألة ده لتكريمها على صورة امها، فهي بنته اللي بقت مراته على صورة الام، فكأنها بتحل مكان الام وليست ايوه زوجة فعلية. جميل، انا يعني اتمنى اقراها يعني. يا ريت بقى حد يكمل لنا بقى بقية الفترات. احنا الدولة الحديثة كانت دكتورة شيماء قامت بدورها في المسألة دي وألقت بدلوها، نفسنا بقى استكمال الفترات الزمنية الأخرى. وبصراحة بشجع حضرتك في كلية البنات تقري رسالة بنتنا مها، لا انا اتمنى اقراها، اتمنى مها اطلع عليها محمود طبعا سالم، طبعا. عن الكاهنات، لأنه بصراحة كانت مفاجأة لينا. أنا عجبني برضو إنه طالبة فيميل تشتغل على فيميلز في انشنت ايجيبت، فزي ما حضرتك دلوقتي برضو نفس القصة بس فترة الجريكو رومان، لأنها بتوصل بنتائج جديدة. هي في الآخر جميل. اكتشفت إنه الصورة الشائعة إنه العائلة المالكة هي أو سيدات العائلة المالكة هم المسيطرات على الكهنوت، دي فكرة غير سليمة، وبالنسب المئوية من بعد الحصر العامة هم ليهم الصوت الأعلى في المسألة دي، في الارتباط بالكهنوت النسائي في عصر الدولة القديمة من 4 لـ 9. طيب اوكي في أي أسئلة تانية أو تعليقات؟ مع دكتورة زينة فرصة، يعني إحنا معانا صاحبة الشأن والباعة في هذا المجال.
مش عارفة أنا جاوبت على السؤال بتاع مروة، الأستاذ مروة، الدكتورة مروة. اه يا تمام أنا دكتور، تمام قوي. أوكي. في أي أسئلة تانية؟ طيب انا ممكن يكون عندي سؤال تاني لغايه ما حد يحضر نفسه بسؤال، معلش يا دكتور. لا اتفضل اتفضل، يسعدني طبعا يا دكتورة، اتفضل. بعد ما حضرتك درستي الماجستير والدكتوراه واللي فيهم المرأة اليهودية وبعد كده المرأة بشكل عام في مصر في الفترة العصرين اليوناني والروماني، إيه طبيعة العلاقات ما بين النساء متعددة الأصول العرقية؟ يعني المصريات مع اليهوديات، المصريات مع اليونانيات، لو في مادة حضرتك قدرتي تتعرض لها، لأن أنا عارف صعوبة المسألة من خلال البردي أو من خلال النصوص المتاحة، أنا عارف إن المسألة شاقة جدا ومش سهلة، بس في إطار اللي حضرتك تعرضتي له، إيه طبيعة العلاقات بشكل عام؟ ايه طبيعة العلاقات بين المصريات واليونانيات؟ المصريات واليونانيات، المصريات واليهوديات، اليهوديات واليونانيات، إحنا طبعًا عارفين الطبيعي ما بين اليهود واليونانيين بشكل عام، والثورات اللي ما بينهم والحرائق اللي بيجروها في مدن زي منف وزي إسكندرية وزي الفيوم، فهل عندنا حاجة بتبين لنا العلاقة بين النساء من الأجناس المختلفة على أرض مصر في الفترة موضوع الدراسة؟ يعني هو كان في تعاملات بينهم، يعني مثلا الوثائق بتاعت إليفانتين كان في تعاملات فيها بين بس برضو وثائق إليفانتين دي أرميك، وكان فيهم بعض الناس بيشيروا إلى نفسهم على إنهم يعني أرميك مش يهودي، وفيهم بعض اوكي انا ما الوثائق عنديش بيقول مشكلة إن هو اليهودية، يهودي. اقصد اي جنس بشكل ف عام مع اي جنس في مصر. كان في تعاملات بتحصل بين الاثنين، كان في تعاملات بتحصل، كان في بعض الاحيان، كان في بعض الاحيان ممكن واحده يونانيه يعني مثلا دي انا فاكراها كويس، واحده يونانيه تشغل واحده يهوديه مرضعه مثلا لابنها، كان في واحده برضو يونانية ممكن تشغل واحدة يهودية تجمع لها الزيتون من حديقتها في مقابل إنها تديها سلفة. كان في مرة جريمة اتقدمت بيها اتنين هما كانوا الطرفين من الأسامي بتاعتهم ربما يهود، كانت واحدة كانت اعتدت عليها وحاولت انها يعني وفعلا اجهضتها، يعني خلتها فقدت طفلها. كان في بعض المجموعات، كان في واحدة ست غريبة مش عارف يعني مش عارفة هي جنسيتها ايه مثلا، يعني هل هي من اسمها مش هقدر احكم، بس تعرضت مثلا للسرقة بالإكراه في حمام شعبي في بلد غير بلدها، يعني هي كتبت كده، كتبت عشان أنا غريبة فتم الاعتداء عليا. ومش بس كده، يعني حكايتها يا حرام يعني صعبة شوية. وما راحت اشتكت، رئيس الشرطة حبسها هي، لأنه كان يعرف صاحبة الحمام، هي من بلده بقى، هي واحدة غريبة، وحبسها، وكمان أخدوا منها الأواعي بتاعتها والكوت بتاعها، بهدلوها خالص يا حرام. بس هي لما خرجت تخيل كتبت الجواب العريضة أو الالتماس للملك، الملك بطليموس الرابع على ما أفتكر يعني، فاللي هو ما استسلمتش يعني. بس فيعني دي في حالات كتيرة، بس أنا دول اللي أنا فاكراهم. ومرة تانية أنا كنت بس بحاول إن أنا ألاقي، بعمل حصر للتعاملات بين النساء والنساء، ما كنتش بصراحة بشغل نفسي بفكرة هل دول يونانيات ولا لا، لأن الإجابة دي صعبة جدا عليها، وما بحبش أخش في تخمينات unless it's clear، يعني unless it's عائلة واحدة، unless يعني في عائلات كتيرة. وكمان الطريف، هقول لحضرتك على حاجة، الطريف إن أوقات كتيرة قوي بيبقى واحدة مصرية مثلا اتجوزت يوناني أو العكس، فبقى ليها اسمين، تمام. فتلاقي نفس الست مثلا ليها اسم في الورق اليوناني حاجة، وهي نفسها عندها حاجة تانية مثلا دي موسيقي باسم تاني. فعشان كده الموضوع مش سهل زي ما حضرتك فاكره، يعني ان انا اقدر اقوله صعب شوية. بالعكس انا كنت حابب ان احنا نفتح بالاسئله دي الافاق اكتر واكتر طبعا للصعوبات، طبعا وانه
وده انه مجال ممكن يخلي انه ناس تبحث مره واثنين طبعا وثلاثه، طبعا. وحد يحاول يجاوب على الاسئله الصعبه دي بقدر الامكان، يعني تبقى برضو دراسات جيده سواء كانت طبعا اطروحات علميه او حتى مجرد مقالات يعني. ايوه طيب، بالظبط بالظبط. في اسئله من الحضور او تعليقات؟ استاذه مروه، استاذه رندا، استاذه تقى. ايوه فين صح؟ اوكي اوكي. يا دكتور، بس حبيت اشكر الدكتور جدا على المحاضرة اللي افادتني انا شخصيا جدا. ميرسي، ألف شكر على متابعة حضرتك، نورتيني، ميرسي. حقيقي جزيل الشكر يا دكتور، بجد دكتور زينة سالم، حقيقي بنشكر حضرتك على الأطروحة في الأول وعلى العرض الجميل البسيط اللي مليان كمان بالحيوية. حضرتك شرفتينا جدا ربنا بإن حضرتك يخليك، تتواصلي معانا بشكل مستمر، بما الحمد حضرتك لله. عاشقة للمرأة يعني بجد أشجع حضرتك لثلاث رسائل، هو وهما الثلاثة لثلاثة أنا بعرفهم. في رسالة الخاصة بدكتور ممدوح سالم مدير متحف إمحوتب، كان عمل عن المرأة الأجنبية في مصر حتى نهاية عصر الدولة الحديثة، كان لسه عامل قبل مباشرة قبل رمضان. معلش ممكن حضرتك تقول الاسم تاني، الاسم الرسالة تاني، ممدوح فاروق، عنوان الرسالة التاني، المرأة الأجنبية في مصر حتى نهاية عصر الدولة الحديثة لو أنا الأجنبية. ذاكرت، اوكي حتى لو أنا ذاكرتي مش خاينة، هو اشتغل على النساء الأجنبيات في مصر لغاية نهاية الدولة الحديثة، عظيم. وكان بالفعل عمل برزنتيشن عندنا قبل رمضان مباشرة عن الرسالة جميل بتاعته اللي خدها في آثار عين شمس تحت جميل، أساتذة، يعني إشراف أساتذة أفاضل عظام. الرسالة هتفرج التانية عليها إن الخاصة شاء الله. الرسالة التانية بتاعت الدكتورة شيماء عبد المنعم، ودي في كلية الآداب قسم التاريخ جامعة عين شمس، ايه اللي هي الملكة في الحضارة المصرية القديمة، الملكة ودورها في الحضارة المصرية القديمة في عصر الدولة الحديثة. الثالثة بنتي بقى مها محمود سالم، والاسم هو مشترك سالم برضو، برضو فاشتراك برضو في العمل على المرأة الكاهنات في عصر الدولة القديمة. دي اوكي كلية البنات، دي كلية البنات. أنا في المؤتمر اللي فات كان عن الكهنوت، عملت عرض نيابة عنها لأن ظروفها ما كانتش بتسمح، عملت تلخيص وكل الماتيريال متسجلة وموجودة على قناة يوتيوب باسمي، فيها كل المادة اللي اتعملت خلال فترة السنة ونص السنتين اللي فاتوا على اليوتيوب اوكي من خلال تقنيات الزوم. أما احنا فترة الكورونا أجبرتنا إن احنا نلتقي في هذا الفضاء الإلكتروني ونسعد ببعض ونتعلم من بعض ونتبادل الخبرات. أنا حابب أقول لحضرتك كمان إن حضرتك مرحب بيكي دائما، مش بس على الزوم، على الجروب، اعتبري الجروب جروب حضرتك في أي وقت، بوستات خاصة بالحضارة المصرية أو غيرها ليها علاقة بالشأن المصري. اهلا وسهلا بيك يا دكتور، أهلا تشرفينا بحضرتك، بالمشاركه فيها. سوري متشكرة أوي. سوري تعبنا حضرتك وارهقناكي لا لا بالعكس بالعكس، بليله أنا طويله. شرفت. لا لا بالعكس، معلش على ال technical issues دي، يعني لا لا بتحصل things معانا happen. كلنا، ما فيش اي مشكله خالص. أوكي ادعوكم ان شاء الله احنا ابتداء من السبت الجاي هنلتقي بموضوعات غايه في الروعه، هيكون معانا دكتوره رندا بليغ، تفتكر لو ذاكرتي مش خلاني اللقاء الاول، لان للاسف كان المفروض انه منشطه الجروب تكون معانا استاذ عبير، ولكن لظروف عند الميعاد مع طبيب فاعتذرت، فهيبقى معانا دكتوره رندا بليغ، وبعد كده استاذه شيماء من انثروبولوجي، وبعد كده دكتوره ايمان ام بكر. هنتعامل في 3 لقاءات ورا بعض عن الامراض، الاوبئه والنظافه ودورها في الحاله الاجتماعيه في مصر القديمه، باعتبار ان احنا مستمر مؤتمرنا الإلكتروني المرة دي والأول مرة على مدار امتداد تقريبا قرابة 3 أشهر كاملة. بس بدل ما بناء على توصياتكم، بدل ما كان يبقى الوقت مضغوط في 22 يوم ورا بعض كل ليلة، ابتدينا نوزعها على مدار الفترة الممتدة دي، تبقى فيها راحة واستعدادات، الكل يبقى مستريح في تجهيزات ورقته وعرضه ومتابعة الآخرين عشان كمان يقدر يتابع. فبنشجع حضرتك، وان شاء الله في حاجات عن اليهود بس مش في الفتره القديمه، في عندنا الفتره الحديثه والفتره المعاصره، بحيث ماجستير في مجال اليهوديات هتلقي موضوعين خلال فتره المؤتمر ليهم علاقه بالحاله الاجتماعيه واليهود في مصر. فاتمنى حضراتكم جميعا تشرفونا في الفتره المقبله كل سبت ان لم يعلن بخلاف ذلك في مواعيد استثنائيه اخرى. شكرا لحضراتكم وليله سعيده، واتمنى لكم وقت ممتع في فترتك المقبلة. صباح الخير. شكرا يا دكتور باسم، ألف شكر، شكرا ميرسي، دكتورة، شكرا دكتورة، شكرا، ألف شكر، شكرا ميرسي، لحضراتكم، مع صباح السلامة. الخير.